اسم نعيم علي حسين أحمد خليفة الفراجي، مواليد 79، الملقب أبو سبأ، سكني منطقة التاجي، منطقة أبو شيخ حمد. صار انتماء عن طريق المدعو أبو سار المرعاوي. شنو شرطك أبو سار المرعاوي؟ عن طريق أبوكي. أي نعم، من 2005 إلى 2010. وبعدها طلعت والتقيت بأبو سارة، فأبو سارة كان يعني شلون مسؤول هو هناك. صارت الربطة عن طريق الطريق الدولة الإسلامية. على أول أي؟ شمال بغداد. إيه قاطع؟ قاطع النورين. من هاجي كجندي يعني. فصار تدريبات، التدريب الأول هو وزعوا كلاش، فودونا هناك نتدرب منطقة اسمها الحمرة 10 أيام. وبعد هاي التدريب الصارات قال تروحون تساعدون وين ما يحتاجوكم تساعدون. منطقة عادية؟ الحمرة. منطقة عادية سكنية. بس صحراوية. يعني شنو تبرئي شنو منطقة؟ منطقة سكنية. وبعدها قالوا بأي منطقة تحتاجوكم هاي. بعدها صارت خلافات، احنا كنا وين عندنا منطقة اسمها الجامع الإمام النسائي قاعدين بيه. فمن صار القصف ولد اسمه أدهم قال أنا عنده طريق ننهزم من عنده. فصار الشقاقات بينه وبين الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية قامت تهدد بينا تهديدات، احنا طلعنا من المنطقة. فصارت شلون نزاعات يعني بينه وبين الدولة. الشقاق صار 10 أيام كليته، يعني الشقاق صار مع الدولة الإسلامية كتهديد ب10 أيام. بعد وين توجهت؟ البيت قعدت. وين تسكن؟ تاجي، منطقة بشيخ حمد. التقى القبض علي بيتي. مصطفى رعد محمود شهاب العبيدي. يا مواليد 96. تحسينك الدراسي. 5 ابتدائي تارك. وين تسكن مصطفى؟ محمودية. سيدي انتماء عن دولة الإسلامية صار انتماء عن طرف أبو تراب. خابرني قال لي تعال هو وعلاء حسين بن خالي. قال تعال على الجسر الوسفية سيدي. قلنا من الجسر الوسفية بسيارة. وطبينا سيدي على عرب جبور 37. طبينا سيدي هناك وقالنا جماعة أخذونا للمعسكر. طبينا للمضافة. ثاني يوم من الصباح بدأ التدريب علينا. سيدي واخذونا النوب تدريب، دربونا على تنظيف السلاح وشدة. وبعدين عملية تحمل برج عمودي فوت أمر كتيبة أبو نور. سيدي رمينا عليه، كل واحد رمى له طريقتين. قال عمدي يرمي البرج دهل أبو نور يفوت منه كتسهل له الطريق. شغل البرج سيدي دهل الحرس تحول من هالشارع لهالشارع دهل يفوت أبو نور. أمر كتيبة. سيدي بعد أيام من نزولي لقيت القبض عليه. أحمد محمد أحمد خضير الجبوري، مواليد 91، من سكنة الدورة حي الوادي. ناصرت الدولة الإسلامية 2009. عملت جهزني ناجي أبو عبوة موقوتة، انطانيها باسكيل أخذتها، قال لي خليها على ذاك البيت مال ينتمي للطائفة الشيعية. خليتها بالباب ورحت، فوراي ب10 دقائق هي انفجرت. النصرة الثانية انه انطاني ناجي عبوة موقوتة، قال لي على ذاك البيت مال كان يعني ينتمي للطائفة الشيعية. خليتها بالباب ساعة بالعشرة بالليل، كان 2:02، فانفجرت ورا 10 دقائق. هذا بال 2009. انقطعت يعني بسبب الاعتقالات صارت اعتقال ناجي. فبايعت بال 2014 على يد أبو زينب دعاني للعمل وبايعته. فحاولني ويا شخص اسمه أبو أحمد. بس بال 2014 يعني قال لي أبو زينب تعال قاطع الكرخ الجنوبي على ولاية بغداد اللي تابعة له. هي ولاية بغداد تابعة للدولة الإسلامية في العراق والشام يعني. وقال لي انت على الكرخ الجنوبي. بس دعاني انه اعمل ويا كواتم ولاصقات، فانا رفضت. بعدين ورا ايام جاني جاب لي عبوة خذتها من عنده، قال لي هذا تحطها على الشرطة الاتحادية. خذتها من عنده رميتها بنفاية وفجرتها بالساعة بالعشرة بالليل. جاني شخص اسمه قاسم
بو من سكنة الدورة، فانطاني عبوة عبارة عن لاصقة، فقال لي هاي مال أحد الأشخاص بالسجن، أهله شاله وجابها، خذتها من عنده، خذت بعد كان ما بيها تليفون، الهاتف المفجر، خذت التليفون من رعد وانطيتها الرياض، رياض قام وضعها أمام بيت الضابط في حي الوادي بمنطقة الدورة، خلاها قدام البيت، وأنا فجرتها الساعة 10 بالليل، هو خلاها يعني وبعد صلاة العشاء. جيل الأمر ابنك. سنت يا سيدي. محمد رعد محمود الشاب العبيدي. يا مويل. 95 سيدي. وين تسكن؟ المحمودية. سيدي انتمائي جاني أبو عبيدة فاتحني بالموضوع، اللي هو اسمه علاء علي حسين سيدي. فتحني بالموضوع قال تعال انت ويانا، فبعد ما ورا ما قنعني سيدي اخذوني بالسيارة سيدي من جسر الوسفية المنطقة تعرف جبور سيدي، لقيت هناك ابو تراب سيدي والشرع ابو صادق، فاخذ من عند البيعة بعد شهرين من التحاق هناك سيدي، وخلاني سيدي هناك العمل ماتي اطبخ لهم سيدي، انا اعرف اطبخ واحرس الموقع سيدي، انطوني سيدي شهرين انطوني 250. سيدي ابو تراب فتح الموضوع على مود اخوي وفتح اخوي، فبعد نزولي سيدي انا قنعت اخوي اني انت ويانا، فسيدي قنعت اخوي انت ويانا نفس المجموعه. رعد زيد محمد تبنى الجوراني مواليد 1986. شنو كنيتك؟ ابو محمد الجوراني. وين تسكن؟ اسكن في منطقه الدوره بغداد الدوره. سيدي في بعد الاحتلال العراق، احتلال امريكا العراق عام 2004، بديت تعرفت على شخص موجود في المنطقة أبو أحمد الغريري، بدينا نعمل إحنا وياه، كانت يعني إحنا صغار كانت مسؤوليتنا أنه نضم سلاح ننقل أو مثلا حاجة ينطينا إياها ننظفها أو كذا، يعني هذا كان عملنا. سيدي ولاية الجنوب. ولاية الجنوب؟ نعم سيدي. على قاطع معين؟ نعم سيدي على قاطع البراء. شنو قاطع البراء؟ سيدي قاطع البراء كنا تابعين كتيبة حذيفة. شنو وجبة هذه الكتيبة؟ سيدي واجباتها اكو منها كتائب يعني يعني هي مقسمه، بس المفرزه اللي كنت انا عليها كانت مفرزه عسكريه. سيدي المفرزه العسكريه اللي انا كنت عليها عرب جبور، منطقه عرب جبور. سيدي المفرزه يعني لها عده اعمال، منهم من عمل عسكري يعني بنصب عبوات المختصين، منهم الفني اللي عليه اختصاص انه يسلك وكذا الى، ومنهم اشخاص اللي مسؤولين عن المشجب سيدي، او ومن ضمنهم العناصر امنيين، يعني احنا كان عددنا ما يقارب من 15 الى 20. انا كان من دوري من الاشخاص اللي دورنا ننقل السلاح او العتاد من منطقه الى منطقه اخرى داخل مناطق عرب جور، يعني حسب المكان اللي مثلا يامرون به عندنا غراض تحولهن الى منطقه كذا سلاح او عتاد، وكانت من اختصاصي ضمن النقل. محمد احمد حسين حمد الجبوري. يا محمد. 89. وين تسكن؟ بغداد الدوره. اعتقلت بال 2007 شهر 12. وهناك يعني تعرفت عليهم ابوكه. وبعدها يعني تعرفت على ابو احمد. لا هي فترة بالإطلاق صراحة. إيه؟ إيه تعرفت عليه وطلعنا، ورا فترة اتصل بي ظلينا يعني نشتغل، وبين ما ظلينا من 2008 طلعت من 2008 شهر الخامس. إيه فظلينا من يعني من 2008 لل 2011 بين ما طلعوا هم أبو عمر عماد ووليد ابو عبد. ابو عمر جعل كان امر قاطع الكرخ الجنوبي، كان يشمل اليوسفيه للدوره مسلمي الهيا. وليد كان امر كتيبه بنفس القاطع الكرخ الجنوبي على كتيبه القعقاع سيدي، كانت هي بكته.
وبعدها؟ بعدها هي من بايعنا، بايعت وياهم، فاشتغلت وياهم يعني سايق. شنو كنت تساعد؟ كان يخابرني وليد أبو عبد الثاني، يخابرني أجيب يعني أنقل أشخاص ومواد وياهم. من وين وين؟ أنقلهم سيدي من خط السريع مال بغداد حلة اليوسفية، أطببهم جوا المنطقة الزنبرانية. شنو كانت الزنبرانية؟ مضافة سيدي. شو تقصد مضافة؟ معسكر، يعني أنزلهم هم والمواد التدريب، يعني معسكر مال سيد عبوات ومال قنص، يعني يعلمون على القنص. نعم. اي سيدي. سيدي رياض علي متعب جاسم العبيدي سيدي. يا مواليد؟ مواليد 91 سيدي. شنو تحصيلك الدراسي؟ حد استد الحد الثاني متوسط سيدي وصلت. شو تشتغل مدني؟ سيدي عندي محل مال تكرم مال احذيه، احذيه وشحاطات نسائيه. سيدي يعني سيدي عبوة على ضابط يملا بالمنطقه سيدي، بيتهم بالوادي سيدي، خلينا العبوة عن طريق احمد ابو ليلى سيدي. انت واحمد خليتوها؟ اي سيدي انا خليتها واحمد ابو ليلى اللي فجر سيدي. من جهز لك العبوة؟ احمد سيدي. وانت اللي قمت بنصبها؟ انا قمت بنصبها سيدي. بعد ما نصبت العبوة؟ ورا ما نصبت العبوة سيدي انسحبت وقامت بتاثير البيت سيدي. وراها بايام سيدي، بعدها بايام سيدي ان زمون الاجهزه الامنيه سيدي. شو عرفت بيه انه هذا يداوم بالاجهزه الامنيه؟ سيدي هو احنا قريب على بيتنا. يعني عندك معرفه به سابقه؟ لا هو عرفه بالمنطقه بس. وانقلتها العبوه انقلتها الرياض. جهزت بيها الرياض؟ نعم سيدي. نعم سيدي. ايش قلت للرياض؟ قلت له خليها في الباب وروح. كان الساعه بيش هذا الحكي؟ ويا صلاه العشاء. الرياض انت شلون زرعت العبوه؟ سيدي خذيتها منا انا سيدي، خليتها هنا سيدي. خليتها هنا انا. انت ايش مدري كهذا؟ بيت مال ضابط او بيت واحد منتسب للجهه الامنيه سيدي عن طريق احمد سيدي. احمد هو اللي قال لك؟ احمد شلون عرفته؟ سيدي معروف هو بالمنطقه. على صوتك. انا من المنطقه. ايه؟ من المنطقه اعرف والله. زين ورا ما سلمت العبوه؟ نعم سيدي. يعني انت شلون انفصلتوا وبقيتوا يعني واحد قريب على الاخر؟ هو راح خابرني قال لي خليتها انا فتت منه كما كحد. زين انت من خليت العبوه ماكو احد كان بالبيت متبهت على البيت؟ لا لا سيدي ما كان. ورا ايش قد صار التفجير مال العبوه؟ ورا نص ساعه اقل. أنا فتت من هناك شفت ماك أحد وفجرت. تعال صيح الأم. هاي هذول اللي حاطين العبوة. أنا بس أريد أسأله شو مسوين إحنا إلكم حتى ما نعرفكم ما أذيك بشي يوم؟ لا شرطة تريدون لا جيش تريدون بس داعش تريدونه؟ تعال حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ذاك اليوم والله سوى بينا سواية حتى جهالي بهذلتهم بعت بيتي من ما وراك الله لا يوفقك حسبي الله ونعم الوكيل. ما تقول لي منين هم ذولي هسه؟ هذا شخص جارك؟ جاري هنا انا يمي والله حتى ما نعرفه ما نعرفه. لو عنده ضمير ما يسويها بالعالم هيجي. ليش مسوين احنا؟ يبكي والله ما يفيد بيهم ذولي لا يبكي هذا دموع التماسيع كل شيء ما ياثر بيهم يوم ما ياثر. وعاشت ايده اللي لزمه وبرت قلب اليوم. اي اي الله يخليهم على راسي الله يبرد قلبهم مثل ما بردوا قلبي. عساك سالم يوم والله يخليكم ان شاء الله دايمين والله يخليك خادم ربك يا امي. بس على صوتك. نعم. بعدين وين وديتها؟ جيت منها بالباص. في باص نزلتها يم واحده ثواني. اي واحده نعم سيدي. من انطاك العبوه؟ ثاني يوم هناك. زين وين خليت العبوه؟ خليتها بمكان هذا الجوان سيدي. انا خليت العبوه؟ نعم سيدي. زين انت اشرف وين خليتها؟ يم هذا
هنا انا خليت العبوه. نعم. وبعدين طلعت الباص هنا طلعت هنا زين ورد الوسيله اللي كانت موقوته تايمر. نعم سيدي. نفس بس البيت هي ورا ربع ساعه طق. تعرف انا سن شيعي؟ ما اعرف والله سيدي. يعني انا هيك ما تعرف؟ نعم سيدي هو ناجي. اعطاني اياها وقال لي زين الله لمن حط هذا العقل وليدي. شو انت مسلم واخني مسلم؟ شنو الفرق؟ راسك. نعم سيدي. خاله والله ستي عمره 18 سنه مندفع ومشكركم جدا انا على هاي العمل سويتوها. اي عمل وطني هذا. اي خلصونا من ذول المجرمين.